فنانة كويتية في موقف محرج بعد تعرضها للنصب، إليكم التفاصيل. تعرضت الفنانة الكويتية فرح الصراف للنصب من إحدى شركات الإعلان التي تعاملت معها أخيرا، وهو ما دفعها للتعبير عن غضبها من الواقع الذي عاشته، مؤكدة أنها دققت في كل التفاصيل وأخذت كل الاحتياطات ومع ذلك وقعت في الفخ. وشاركت فرح الصراف متابعيها عبر تطبيق إلكتروني سناب شات بمقطع فيديو روت من خلاله ما حصل معها، حيث أوضحت أنها تعرضت للنصب من شركات الأحذية تبيع منتجاتها عبر الأنترنت، لافتة إلى أن مدير أعمالها كان قد تأكد من صحة كل المستندات الرسمية والسجل التجاري الخاص بهذه الشركة. وقالت الفنانة الكويتية فرح الصراف: أنا إنسانة عندي ذمة وضمير طول عمري، ما بجيب لي أخذت منه واستخدمته وتأكدت أنه عجبني أنا، الله يشهد على كل كلمة أبي أقول لكم إياها، وصلتني المنتجات والفواتير مع العلم أنهم بدولة مستحيل أحد يقدر يتلاعب بالسجلات التجارية فيها. وأضافت: أنا وصلني النفس اللي بالبوتيك وفوجئت بالناس قاعدة تقول لي فرح فلوسنا راحت علينا، فرح يمكن يكون مو أصلي، والله العظيم راحت لكم سجل تجاري والكل المتعلقات، لأنه طول عمري عندي دم وضمير وهذا الشي معروف عني. وأرفقت فرح الصراف المقطع بتعليق كتبت فيه: والله أنا انخدعت حالي من حالكم، وعساني ما أتوفق لو أني غيرت بحرف من اللي قاعدة أقوله لكم. وصلت لنهاية الفيديو، كانت معكم قناة فاتتي شانيل، فضلا وليس أمرا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، ومع السلامة.